لاحظنا من خلال الاهتمامات ديالك التشكيليه الاهتمام بالقضايا بصفه خاصه التراث والبيئه يعني البحريه حيث رسم مثلا الطيور وكذلك الحيوانات والبيئه البحريه وكذلك التراث الطبيعي هي الاهتمام ديالك متزايد بالتراث والبيئه المحليه بالنسبه لك انت كيفاش كتشوفها؟ اولا السلام عليكم. بالنسبه للمشاركه ديالي مع المعرض في مهرجان اول للسجل اللي سهرت على هذا المهرجان هي الصديقه العزيزه الغاليه سهى الزاكي. المشاركه ديالي في هذا المعرض يعني التشكيلي معرض جماعي ديال اربعه ديال الفنانين. كاينه فنانه صغيره جدا اصغر فنانه في مدينه العرائش روان سنتين روان عندها سنتين ونصف والفنانة صفاء كميتسي والفنان حكيم غيلة من مدينة أصيلة. إذا هذا المعرض أنا بست لوحات شاركت بست لوحات. هذه اللوحات كل لوحتين هو موضوع لمعرض في المستقبل إن شاء الله إما إبعاد يعني دائما غادي يعني غاتشوفوا التراث المعماري التراث البحري التراث الطبيعي من رسم الطيور و صحيح يعني اي معرض دائما غادي يكون وجود ديال مدينه العرائش كموضوع هذا جاي وجود موضوع ديال الاطفال يعني تقدر تكون لوحه عندها علاقه بالطفوله هذه دائما تكون موجوده في المعرض اذا جوج لوحات العرائش هو بدايه المعرض المستقبل ان شاء الله على مدينه العرائش كاين جوج ديال المواضيع هذا كيعبر على فصل الصيف هذا كيعبر على فصل الشتاء ولكن هذه ذكرى ديال الطفوله في فصل الشتاء كاين معرض غادي ديال الطيور ان شاء الله كنت غادي ندير هذا المعرض هذا في طنجه مع واحد الجمعيه وما كتب شي انتظرت على الماج ان شاء الله غادي يدار يعني دائما كنهتم بالتراث وكنهتم بمواضيع اللي عندها علاقه باللون والثقافي والتراث كذلك على مستوى التجديد ديال الالوان يعني الالوان اللي كتستعملهم والالوان اللي كتعلق بالمدينه ديالي لان انا راه خلقت في المدينه ديال العرايش كتميز بالبحر اللون الازرق كتميز بالمدينه القديمه هي الالوان ديال البرتقالي الابيض الى اخره وضروري الفنان يكون تاثر بالوسط اللي عاش يعني كندير هاد العرايش انا متاثر مجموعه مواضيع يعني كتخلي فيا واحد الانطباع وكنعبر عليها عن طريق الفن والهدف ديالي هو البحث عن الجمال اللي خلق الله سبحانه وتعالى وخا نوصل غير واحد الجزء بسيط نعبر على ديك الجمال عن طريق الفن.